هنا بميناء جنجل ولاية جيجل، اللقطات التي تشاهدونها لم يتم التلاعب في ترتيبها زمني أو تركيبها بشكل عكسي، فرافعات باخرة أنجيلا ليست بصدد إفراغ حمولة قادمة من الخارج كما جرت عليه العادة سابقاً، وإنما تعمل بوتيرة متسارعة للانتهاء من شحن أولى حمولات مادة الإسمنت الموجهة للتصدير من قبل مجمع جيكا. كما ترون الآن نحن أمام هذه الباخرة التي سوف تشحن فيها كمية 45 ألف طن من الكنيكر، وهو مكون أساسي للإسمنت. وبذلك شركتنا سوديسماك فرع من مجمع جيكا أبرمت إذن عقد بكمية 200 ألف طن من هذه المادة بما فيها 45 ألف، وهي حاليا في قيد الشحن. العملية وإن وصفت بالتاريخية بالنسبة للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر والأهم إلى حد الآن من حيث الحمولة، إلا أنها تعد الثالثة من نوعها منذ بداية السنة الجارية، مما يجعل الجزائر ترتقي إلى مصاف الدول المصدرة بعدما كانت من أبرز البلدان المستوردة لهذه المادة الحيوية. بالتذكير فقط، سنة 2015 و2016 الجزائر استوردت ما قدره 500 مليون دولار سنوياً. الآن كل الطلبات الوطنية تم التكفل بها ونقوم بالتصدير. اختيار ميناء جنجن لم يأتي من باب الصدفة، فزيادة إلى عمقه البعيد مما يسمح باستقبال مختلف البواخر العابرة المحيطات، تسهر إدارة الميناء على منح تسهيلات مغرية للمتعاملين الاقتصاديين. الامتيازات اللي دابتهم تقريبا هبطت من أسعار نتاع الاستيراد والتصدير إلى 50% من نفقات هبطتها للمستثمر اللي راه يصدر ولا يعاود يستورد المواد من على ميناء جنجن، زايد على التوسعة اللي دارت، التوسعة تاع نظن ممكن بعض المرات الناس ما ينتبهوش للرقم 178 هكتار توسيعة في البحر للميناء. This is the first of the I hope a lot of vessels to export. نأمل أن تكون هذه العملية فاتحة سلسلة تصديرات سيتم إجراؤها مع مجمع جيكا انطلاقا من الجزائر. هنالك علاقة طيبة تربط مجمع جيكا مع شركتنا. كل التسهيلات تم توفيرها لربح الوقت دون حدوث أي مشاكل منذ بداية الشحن إلى غاية آخر عملية. وعملا بالمقولة الشهيرة، رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. ها هو اليوم مجمع جيكا يحتفل بتحقيق أولى خطواته نحو عالم التصدير بصفقة فاقت قيمتها 1 مليون أورو، علها تكون بادرة خير وحافزا لفتح شهية باقي المتعاملين الجزائريين.